كذلك لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني همًا بلا همي وأحترس بالله العظيم من مضلات الفتن وأستعين به وأستهديه دائمًا أبدًا. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتطلع في حياتهم والتأسي بما أمروا به لأنهم نفوس طهرت وطهرها الله سبحانه وتعالى، خاصين بالصلاة والتحية النبي المصطفى النبي الأمي العربي التهامي القرشي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل اللهم عليه وعلى روحه وبدنه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين وعلى مولانا صاحب العصر والزمان صلى الله عليه وعلى روحه وأرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل نواظرنا بالنظر إلى مقدمه المبارك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير ما يتواصى به الأنبياء والصلحاء. ورد في الحديث: من أخذ بالتقوى عزبت أو غربت عنه الشدائد بعد استحكامها عليه. وبالتالي تكون التقوى قبل الوقوع في الخطأ والذنب وفي حال التخلص من آثام وآثار الذنب وفي المستقبل لكي لا يعود الإنسان. إذا لابد أن يتلبس الإنسان المؤمن بالتقوى حتى يحصل على شيء من الحصانة التي أرادها الله لعباده. ومن دواعي التقوى أن نتذكر ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، حيث يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نبارك لكم وللمؤمنين والمؤمنات هذا الولاء والعطاء والاتباع بذكرى مولد مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وجزى الله الآباء والعلماء الذين علمونا ووضعونا في هذا الطريق، ونسأل الله أن يجعله طريقا دائما حتى نلقاه بحسن عاقبة وشفاعة من موالينا وأئمتنا. القرآن ذكر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا ذكرت بالأمس وقلت هذه آية، والآية لا تتوقف، وقد أجمع سواء كان الإمامية أو حتى غير الإمامية على أن أولي القربى أو القربى هو الذي ذكرهم رسول الله وشخصهم تارة بالأسماء وأخرى بالصفات، وأن هذه الآيات وأمثالها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وغيرها من الآيات الكثيرة واضحة أنها
في هذه العصبة المباركة وهؤلاء الأئمة الأبرار، وقطعا أن هذه الآية باقية لا يمكن أن تتوقف. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. غاية الأمر أننا كيف نؤدي هذه المودة والمحبة والعلاقة بيننا وبين الأئمة مع تغير الأزمان، تغير الظروف، ولكن أصل هذه القضية ينبغي أن تبقى فاعلة في حياتنا. وكما قلت أن المسلمين مو فقط الشيعة، كلهم يحملون هذه القضية، ولكن السياسات والدول حاولت أن تؤول هذه القضايا، ومع ذلك مع كل هذه التأويلات ما استطاعوا أن يوجدوا بديل، حتى أنهم تارة يقولون الأئمة من قريش 12، مرة يحسبون الخلفاء الأربعة ويضيفون معاوية وبعض يضيفون عمر بن عبد العزيز، ويحاولون بجهد، ولكن القضية واضحة المعاني. المهم لدينا واضحة ولأتباع أهل البيت واضحة أن القربى هو منصب الإمامة والولاية بعد الرسالة، وكما أن الرسالة باقية إلى يوم الدين وهي خاتمة، كذلك أن الإمامة التي هي جزء لا يتجزأ من الرسالة الخاتمة، الرسالة الخاتمة من صفاتها أن لها يعني مشروع آخر يمشي معها مشروعا طوليا، وبالتالي نحن ملزمون بأننا نعيش قضية المودة. فكيف يعيش المؤمن قضية المودة؟ يحتاج إلى بحث في هذا المجال، قطعا متابعة السلوك، قراءة تاريخهم، أن نطلع أولادنا وأبنائنا على تاريخ أئمتنا، من هم هذول؟ ليش احنا ملتزمين بهم؟ حتى لا ينظرون الأولاد بأنه احنا مو أكثر من أننا أخذنا ذلك عن الآباء وبقينا عليه، لا، نعرف الأئمة ونعرف الناس اللي قالوا فيهم وماذا قال فيهم أعداؤهم، حتى أنه ورد عن جميع الأئمة يأتي العلماء يقول ما رأينا أفضل من فلان، ما رأينا أفضل من فلان في العلم، في التقوى، في الالتزام. إذن هذه السيرة ينبغي أن تبقى فاعلة في حياتنا. وما يمكن أن نستفيده من هذه القضية أن هؤلاء الناس كانت علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى واضحة، ولذا ورد في الروايات حينما تقرأ الآية المباركة وعشرات الآيات في هذا المضمون، أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فكان الأئمة دائما يركزون يقولون نحن، بس نحن هل بعنوان نزلت فينا أم كما يقول السيد طبرقائي هو بعنوان الجري، يعني لو بحثنا عمن ينطبق عليه هذا الوصف رضي الله عنهم ورضوا عنه قطعا ينطبق على أئمتنا صلوات الله وسلامه، من خلال مو قضية متوقعة، لا، من خلال تاريخ مر، من خلال مواقف مرت، من خلال عروض عرضت عليهم، من خلال أموال طرحت لديهم، من خلال مواقع، حتى في ونحن في ذكرى مولد الإمام الرضا، وعرضت عليه قضية ولاية العهد، أول ما عرضت عليه الخلافة، ثم عرضت عليه ولاية العهد، ومع ذلك كان الإمام يقول إن كان ولا بد، لأنه في المرة الأولى رفض الإمام، فذكره المأمور وقال له أذكرك بقضية يا ابن رسول الله، أنه بعد مقتل الخليفة الثالث أو الخليفة بعد مقتل الخليفة الثاني جمع، وكان لا زال الخليفة الثاني بعد حي، جمع مجموعة من صحابة المسلمين وقال لكم قول 3 أيام، فإن اتفقتم اتفقتم وإلا فسأقتلكم جميعا، وهذه قضية مشهورة. فكأن المأموم يذكر الإمام يقول له إذا ما تقبل ولاية العهد، لأنه هو ما جاء عن قضية ولاية العهد إلا بعد أن وجد أن القواعد الشعبية لأئمة أهل البيت قد اتسعت كثيرا، وحالة الرفض للظلم
العباسي وقبل ظلم الأموي أصبحت قاب قوسين يا ولد. وبالتالي قال له أذكرك بهذا القضية، ففهم الإمام أنها يعني إما أن يقبل وإما أن يقتل. وبالتالي الإمام قال أنا أقبل ولكن لا أعزل أحدا ولا أنصب أحدا ولا يعني أصدر كتابا. فتدخليني أنت بالاسم، تدخليني على الأموال، ماكو مشكلة. إذن أن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم هم المصداق الأمثل لأولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قطعا هم يطالبون أن نكون على هذا المنهج. بس الإنسان يسأل نفسه كيف يكون في علاقة مع الله سبحانه وتعالى أن يكون هو راض عما قسم الله له والمولى راض عنك فيما تتصرف. أنت تدري الآن تصرف تعيش في هذا البلد، تأكل وتشرب وتسافر وتنام وتقضى، أنت تعلم أن الله يرضى عنك أو لا؟ هذا واضح. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن أنت تعلم بأن الله راض عنك أو لا؟ وكذلك أنت ينبغي أن تربي نفسك على أنك تستسلم وتبحث عن رضا الله مهما كان، سواء كان في ظاهره لمصلحتك أو لا. يعني أن يتعود الإنسان المؤمن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا السلوك حينما الإنسان يعيش يقول أنا عبد لله سبحانه وتعالى، فأنا ينبغي أنني أعيش كما يريد الله. تارة يسلب مني شيء قد يكون قطعا لمصلحة، لأن الله حينما يريد يسلب منك صحة أو مال هذا ما يغني في ملكه، وإنما لابد أن يكون فيه مصلحة له. هل أن الإنسان المؤمن قد وصل إلهي من ذا الذي أنس بمحبتك فرام عنك بدلا؟ فالإنسان المؤمن عند هذا التسليم والاستسلام لله، لولا إحنا لازلنا قلقين، لازلنا مضطربين، لازلنا نقول أن الله سبحانه وتعالى، نقول أن الله سبحانه وتعالى صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو أخت وقعت؟ شوف امرأة وقعت. بل صل على محمد وآل محمد. فإذا الرضا هو التسليم. أنا أسألك أيها المؤمن وأسأل نفسي كذلك، أنا دائما حينما أذكر أو أعظ هذا مو بس للناس، إن كل إحنا سواء في هذا، هل أننا مسلمون وراضون بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا؟ نحن لا نقول بالتسليم الذي قد يتصوره البعض أن الإنسان يرضى بكل شيء حتى بما فيه معصية الله، لأن بعض الناس يصور القضية هالشكل أنه حتى الحرام أنا الله قاسم لي. لا قطعا الله لا يقسم الحرام. لا، هل أنت كإنسان مؤمن بلغت من التسليم والاستسلام والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى بحيث يعطيك راحة ويعطيك يقينا ويعطيك اطمئنانا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هذا موجود عندي وعندك؟ لولا احنا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى اذا اصابه خير اطمئن به، واذا اصابه بلاء او امتحان او شيء اخر انقلب على عقبه كانه لم يسمع شيء. هذه هي يقولون روح العبادة، لأن الرضا يورثك اليقين، واليقين هو روح العبادة. وإلا أنت كيف تصلي؟ ليش هاي ثلاثة وهاي أربعة وهاي قصر وهاي تمام؟
أنك مسلم لله سبحانه وتعالى. وبالتالي أن الأحاديث الواردة عن النبي عن الأئمة في القرآن الكريم الآيات الروايات المنهج أنه هو الإنسان بعد أن يبذل وسعه ويبذل جهده كما أعطاه الله، يقول لك اعطيتك عقل واستثمر واعطيتك ايد واستثمرها واعطيتك كل اشياء واستثمرها، ولكن بعد ان تبلغ الحد من قدراتك انت ايها الانسان. ولذا حتى الاستخاره علماء يقولون مو مستحبه ان الانسان يبادر بها، مستحبه حينما الانسان يسعى جاهدا باستخدام عقله واستخدام كل الظروف المحيطة به، ثم بعد ذلك يستخير الله. اللهم إني أستخيرك برحمتك يا من تعلم اهدي من لا يعلم. مو من البداية، بداية معناه أنه أنت مجمد عقلك، مجمد قدراتك، مجمد طاقاتك، كل هذه الله ما يرضى بها. إذن التسليم والرضا واليقين هو الفرح كما في الرواية، هو السعادة. أنت الآن تقول أنا مسلم لو ما مسلم أنت ما تدري، ولكنك حينما تصاب بمصيبة والذين إذا أصابتهم مصيبة شنو قالوا هذول إيش قد لو الإنسان يجزع ويتكلم ويتكلم بكلمات فيها يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يقول أنا مسلم، لو لا من البداية الذين إذا أصابتهم مصيبة. هذا خليني نسأل أنفسنا، إحنا نعيش كمؤمنين، لأن هو الإيمان كان مو بصلاتك ولا بصوم، إنما بيقينك بثقتك بالله سبحانه وتعالى. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هسه مقابل هذا التسليم، وليش يقول التسليم فرح والتسليم رضا؟ مقابل هذا شنو؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني الله سبحانه وتعالى يصلي عليه كما يصلي على الأنبياء كما يصلي على المؤمنين. جدير بالذكر هذه القضية، يقول أنهم يقولون يعني الإمام عليه السلام أو يقول صلى الله سبحانه وتعالى يصلي حتى على المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الله سبحانه وتعالى يصلي على المؤمن، مو بس على النبي مو بس على الإمام، وإنما على المؤمن الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني الهدى الحقيقي في علاقتك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أنك تستسلم. جرب على القرية، مرت عليك ظروف، مرت عليك مآسي، مرت عليك أشياء، أنت تدري ايش صار فيك، صار عندك اضطراب، صار عندك قلق. إذن الرضا هو سيرة الأنبياء، سيرة الصلحاء، سيرة الإمام الرضا. وهذا ما ينبغي أن نأخذ الرضا من الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن الرضا رأس الطاعة. طاعة وأنت قلق يقول هاي مطاعة، أن الرضا رأس الطاعة. وقد ورد أيضا من رضي بالمقدور اكتفى بالميسور. يقول اللي فعلا راضي ما عنده هذا الهلع والقلق، يقول هذا الهلع والقلق كنت افتهم انه هي الدنيا طلقت اللي اكثر من عندنا شرفا بها كما يقول امير المؤمنين. يقول الدنيا اصلا الناس اللي دابين الرحم عليها هي انبثته، يعني مو انت اللي ضارك على الهامش وعلى الهاشم. ولذا ورد في حديث عن امير المؤمنين قال: فانها قد رفضت من كان اشغف بها منكم. هذول الناس اللي دبوا ارواحهم وملكوا المليارات وملكوا هذول هم اللي اكثر شغفا منها واكثر تعلقا من عندنا ذول هم. ولذا يقول: ولتكن الدنيا في اعينكم
أصغر من حثالة القرف، واتعظوا من كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من يأتي من بعدكم. هذول اللي فاتوا خليهم. ليش احنا نتحول الى موعظة للآخرين؟ وموعظة مع مرات سيئة، لو كان موعظة حسنة زين، لا موعظة سيئة اللي بحيث الإنسان يعني قد يكسب ويتعب ويجمع المال وإلى ما هنالك، ثم يغادرها سريعا من دون أن يكتب حتى وصية. بل قد يحصل مثل واحد من أولاده أو أصدقائه أو المؤمنين أن ينفذون هاي وصيته، أنا شو مطلوب وشنو أطلب وشنو علي من واجبات وحقوق وصلاة وصوم وقضاء، فيقول اتعظوا بمن مر قبلكم. وإحنا مو يومية قصص، هذا الإنترنت الآن قام يجيبنا يومية كل شيء، بس تطلع هذا مات وهذا راح وهذا انقتل وهذا تفجير وهذا بالسجن وهذا الأشياء. اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من يأتي من بعده. حتى يقول الحج فلان وسيد فلان ومولى فلان وشيخ فلان وتالي كل شيء في هذه الدنيا. وقد ورد أيضا أن الرضا هو ثمرة اليقين. إذا اليقين درجة في الإيمان، إحنا شعدنا عندنا الإسلام وبعد الإسلام الإيمان وبعد الإيمان التقوى وبعد التقوى اليقين وبعد اليقين الإخلاص وبعد الإخلاص هو الرضا. يعني مرحلة في تربية النفس، مرحلة في تربية النفس، ضعها ضمن جدول وحاول أن تصل إليها قدر الإمكان. الله سبحانه وتعالى أن يعين العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يهتم برضا، وأن يرزقنا الرضا، وأن يلقي على نفوسنا وعلى أرواحنا وعلى أبداننا وعلى عقولنا وعلى عوائلنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا، هو أننا نكون مصداقا لرضا الله سبحانه وتعالى، وأن نكون مصداقا ورضوان من الله أكبر. إذا أنت أديت هذا، الله سبحانه وتعالى باقي يقول لك أنا أرفع درجتك وأنا أرفع مقامك. جعلنا الله وإياكم ممن يتأسى بأئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام وصلاة وتسليما على عباده الذين اصطفى، محمد وعلى آله الطيبين النجبى، صلوا عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. صل اللهم عليه وعلى بدنه، وصل اللهم على علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مهدي آل محمد. عجل اللهم تعالى فرج عباد الله. أوصيكم ونفسي، حيث يقول المولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا مقابل هذا أنتم أحسرون أشياء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. روح، أنت نسيتني ونسيت قدرتي ونسيت رحمتي ونسيت رعايتي لك، فأنا سأنسيك نفسك حتى لا تدري نفس بلحظة تتغرر فيك غرغرات الموت
لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس. إذن من مصاديق عظم نسيان الله سبحانه وتعالى، الله جعل علينا مواثيق وعهود وأخذها من ظهورنا وألزمنا بها. ينبغي المؤمن أن يتابع هذه العهود والمواثيق. من ضمن هذه العهود والمواثيق هو الاهتمام بتربية أولادنا، ولا ينبغي للإنسان المؤمن أن ييأس من أولاده، لا ينبغي له، لأنه لا تدري أن الهداية متى تأتي. ولا ينبغي أن تتوقف عن الأمر بالمعروف. يقول يوميا، تمو تقرأ القرآن، ماذا يقول في القرآن؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، فلا تنسى في التليفون قدامهم، تصلي، تأمرهم بالصلاة، تذكرهم بالجماعة، تذكرهم بالجمعة، تذكرهم بالمسجد، تذكرهم بكتاب الله، تذكرهم بحقوق الله، تذكرهم بحقوق البشر. هذا ما ينبغي أن تتردد. لا تقول أنا حكيت وما استجابوا، لا، أنت إلى آخر لحظة عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهؤلاء أقرب، والأقربون أولى بالمعروف، ما بيشك. فأنا نصيحتي لنفسي ولإخواني أقول لا يأس الإنسان أبدا. لا تقول أنا عندي ولد وهذا خلص وراح وانتهى، ماكو خلص وراح. ما تدري، قد يكون هذا في لحظة هداية وهو نطفة حلال وطعامه حلال، وبالتالي سيعود إليك فتفرح به. فإذا من المواثيق والعهود التي لا ينبغي المؤمن أن ينساها وأن لا ينسى الله هو هذه القضية. وهذه القضية أخواني يعني إحنا دائما نعيدها ونكررها. قد يكون بعض الناس ربما يصل أحد الانزعاج منها. أنا إحنا حينما نشخص مثلا المرض نقول نحن غير، لم نمتلك القدرة على تربية أولادنا، نحن فشلنا في هذا الموضوع. هذا ما يمنع أن المؤمنين يقولون يا بتعالوا نسوي لنا فد ورشة، نسوي لنا جلسة، خل نفكر ما هي الأساليب. لأن يعني دائما لما تتكلم في المجال يقول لك والله كان شخص مؤثر عليه. خب هذا الشخص إذا راح يعني انتهت الدنيا. هذا العالم اللي ما قد يكون اشتغل في مكان مؤثر الآن ما موجود يعني انتهت الدنيا. مما ينبغي لك أن تأتي تقول شيخنا تعال سوينا فت قاعدة على ما شفت الشيخ، شيخنا تعال خل سوينا فت جلسة بالمسجد حسينية بقاعة فد 30-40 نفر ونسولف. أنا أعجبني مجموعة من الأخوان قبل يعني ليلة أمس جاءني مجموعة من الأخوان من تورنتو، حوالي 8 من أخوانكم طلبة العلم، وذولا كلهم عندهم مراكز ومؤسسات، اجوا جزاهم الله خير هم يزورون ويعزون بوفاة أحد المؤمنين من أصدقائي، وبقوا هنا وباتوا. من أول ما جلسوا قالوا نريد أن نناقش قضية، احنا ما زال اجينا واحد بات، قال نظل نسولف هالشكل ما تفيدنا. نناقش وهو أن هذه المدارس مال السبت والأحد خلي نشوف أنها نجحت أو فشلت، وهل نحن اللي ندرس بيها نجحنا أم فشلنا، والسبب منين؟ من الواقع الاجتماعي لو من عندنا، لأن كثير من الناس اللي يدرسون قد يكون هو يرغب مثل الآباء. بعض الآباء يتصور مجرد هو أب هو ناجح في التربية. كونك أب لا يستلزم أن تكون ناجحا في التربية. ولذا حتى الأئمة حتى الصلحاء والعلماء كان إلمن يعطون أولادهم إلى مربي يقول ربيها علم هذا، قد يقول ما يأخذ من عندي. أنا ما شفت أخوان نجوا وقالوا تعالوا خلينا نسوي لنا فد ورشة في المسجد نقعد 10 ساعات بس بهالموضوع، خلينا نوصل نتيجة نشوف، لأن الآن أولادنا ما موجودين معنا. قد يكون أسلوبنا مو صحيح، أنا أسلوبي مو صحيح، أسلوب الخطيب مو صحيح، أسلوب المدرس مو صحيح،
قد يكون مشكلة أكو إحنا ما فاهمينها، لأنه في بعض الأحيان بعض المؤسسات التربوية هنا في كندا أنا أعرف ومن المؤمنين قبل سنتين عملوا مؤتمر للأولاد وحضر فيه عدد كبير في لندن بحدود 1000 بين أولاد وبنات، ثم أعطوهم ورقة فيها 50 سؤال وقالوا لهم أجيبوا عليها بصراحة، لا تكتبون أسماءكم وماكم خط فقط نعم أو لا، وأدخلوا فيها كل الاحتمالات، أكل بالحرام، زواج بالحرام، زواج من هنا، زواج من بلده، زواج، ثم جمعوا هذه الأوراق ووصلوا إلى نتيجة. النتيجة التي كتبها هؤلاء الأولاد بشكل سري غير معروف تماما تتناقض مع كلامنا، وتتناقض حتى مع الآباء اللي يقول لك أنه إحنا أولادنا زينين. يعني وصلوا إلى حد حتى أنهم وضعوا سؤالا وكان شيء ما محرج اختلفوا عليه، أنك تمارس الانحراف الجنسي كولد وقدام أهله وزين، بس طلعت النتيجة كبيرة جدا. إذن أنا أقول نحن علينا مسؤولية، إحنا جبنا الأولاد خسرنا عليهم ضيناهم حطيناهم مدرسة إسلامية حطيناهم مدارس ما سبدوا أحد، ولكن الآن ما موجودين منفصلين عنا ما موجودين. الآن إذا نحسب إحنا حدود تقريبا 200 شاب أنشأناهم هنا ما موجودين، أولاد ما موجودين، بنات ما موجودة، خلي يشوف السبب وين، هذا مو عيب، مو في الشيء نقص فينا، بل بالعكس أن الإنسان حينما يواجه الحقيقة تعال اقعد وشوف. إذن من المواثيق التي أخذت علينا هو رعاية الأبناء والاهتمام بهم، وعلى أقل تقدير أن أسلمهم إلى يد أمينة سليمة توصل لهم شنو دينه، لأن أنت تتألم لما هذا الشاب اللي انت ربيته وتعبت عليه وسنين طويلة وانت شيعي وانت من اتباع اهل البيت وتتحمل على ذلك ودفعت عليه ضريبة و تقول له بابا انا قاعد يمك سولف لي علي ما من رضا من هو، فما تجد ان يجب. يعني هذا مو امامك اللي انت تسأل عنه، ولتسألن يومئذ عن النعيم، سئل جعفر بن محمد الصادق ما هو النعيم، قال مودتنا وولايتنا أهل البيت. تعال بابا سولف، تعال بنتي تسولفين. إذن هذا عهد ينبغي أن نهتم به. أنا أتمنى أخواننا بالمسجد والمراكز والمؤسسات كل مراكز، وفعلا أنا تحدث مع أخواني قلت لكم 8 من أهل العلم وتحدثنا إلى الساعة تقريبا 12:30 في هذا الموضوع وما هي المشاكل الرئيسية، لأن كل واحد عنده مدرسة في تورنتو ومسساغا وداخل تورنتو وأطرافها ولندن إنتاريو وفي أتاوا، إذن أكو مشكلة. يعني إحنا ضامين رؤوسنا بالرمل، هذا هو العهد الأول. العهد الثاني أنا لا أطل عليه، العهد الثاني الذي أخذ علينا وهو كما لخصه أمير المؤمنين بكلمة واحدة في وصيته للحسن والحسين، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أي ظالم خاصة بلدان الإسلامية، حكام، ملوك، أمراء، زعماء، رؤساء، زين هذول كون يفهم أنه أنا، وأنا يؤسفني أن بعض الناس عنه هنا يقول فلان أحسن، ما بيهم أحسن، ما بيهم أحسن، هؤلاء سرقوا أموال الناس، قتل. يعني الآن قل لي بربك ماذا نقول لله، يعني هذا الشعب اليمني شعب طيب، شعب أعزل، ما عنده مؤسسات، ما عنده أشياء، حياة بسيطة،
ومع ذلك يلعبون عليه بالطائرات ويتنمرون عليه بالبطولات ويقصفون حتى لا ينجو من قصفهم الحيوان. الحيوان هذا الظلم العجيب بهؤلاء اللي هو خادم الحرمين وحامي الحرمين وأبو الإسلام وأبو الدين وأبو القرآن وأبو الأشياء وأبو الدنيا وزعامة المسلمين، يتنمر على أناس لا يمتلكون حتى شيء. ساكوا مع الطغاة مقاتلين متكافئين، يعني أنت لما تقاتلك واحد أنت متكافئ وياه. الله سبحانه وتعالى يقول أنتوا بيناتكم. بس هذا أنا لا أعتقد أنها تمر، لا أعتقد أبدا، لأنه إياك وظلم لا يجد عليك. هاي مرة هي وشويهات ويتنمر عليها ساقط بالطيران من فوق ويرقي عليها الأبدان زين، هاي ترفع ايدها إلى الله. بس الله يقدر يراوينا وحير يراويكم كيف أن الله يأخذ بحق هؤلاء بأي سبب. هسه هذا يقول لي أنه هو فلان وهذا يقول لي إيران. أنا أقول أنت كمسلم كضابط تركب الطائرة وعندك الأطنان وتتنمر على امرأة أو على شويهات أو على شيخ كبير، زين هذا معقول يمر؟ لا حاشا لله سبحانه. ولا من علاقة القيامة واجبنا أن نذكر أن نقول وأن يقول الإنسان اللهم إني أبرأ إليك من كل ظلم يقع على هذه الأرض ومن كل ظالم جبار ومن كل فراعنة الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الفرج القريب وأن يفرج عن المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرينا الحق فنتبعه والباطل بحق مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا ثامن الحجج الضامن الشفيع. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وعلم أولادنا حبه وحب آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين، وأرنا طلعة مهدي آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة يرحمك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا